السلام عليكم، رجعنا لكم. طولنا عليكم الغيبه السيمانه الفايته. راكم دايرين واحد الوليمه وسربينا كوسكوس للناس اللي عزازين علينا وصحابنا، ماشي الكليان ما كنعرفوهمش. وبدون الربح كما قلنا لكم، وتبارك الله وصلى على النبي، اللي درناه كله مشى وتمشى. وغادي رحنا متفقين انا والمدام وكاينين شي ناس طالبين بان خصهم بسطيله ديال الحوت، نحاولوا نديروا بسطيله ونقسموها على اربعه، كل واحد غادي يدير ربع ديالو بورسي ديالو على حسب الدوموند. الى وصلوا 40 الناس غنحلوا نديروا المشروع، ما وصلوش 40 الناس غنديروا غير كسكس وطاجين ديال اللحم بالرقوق والمشماش الجمعه المقبله الى قلب بلان. وهذاك ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم انا غنصب بالماده الطيبات، درت لنا الدجاج. المهم غنشوفوا المفاجاه دابا اللي داكشي اللي صعوبات المدام كتعرف طيب، برافو عليها. غادي تقرب معايا وراه هي اللي شاده الكاميرا. غادي تقرب معايا دابا ان شاء الله. غادي نصبوا الكنكيله اللي دارت وغادي نشرح شنو الصعوبات هنايا، صعوبات المعرفه ديالها والطريقه اللي كتعرف هي. اما هانتوما كتشوفوا الطنجره معسله 100%، يعني ما كاينش ديك الشيء فيه الغرام الغلط، يعني ناديه دابا شي حاجه ما تطوش مورك. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا غنمشيو دابا، درت لنا سيدي الدجاج بالزبيب والبصلة، ولكن بواحد الطريقة مزيونة. الدجاج والزبيب، الدجاج طاب بوحدو والزبيب طاب بوحدو. ومن بعد درت العناصر كلهم بلاصة وحدة باش كينسجمو وكيطلقو هاد التعسيلة اللي كنشوفو هكدا. والزبيب كما وعدناكم المدام خدات الطريقة وكتقنا باحترافية، كدير الزبيب بالمسائل ديالو كلها، بالقرفة ديالو، بالسكر ديالو، بالبصلة ديالو، بشوية الربع وما زهر، وكانت شويه د المليحه، وكتخليه كيتعسل حتى كيبدا يتنفخ وكيبدا يتطلق، ما كيبقاش مكمش. باش كديروش ديك الطريقه ديال الزبيب، خصو يبات في الماء باش يتطلق ولا شي حاجه. هذه وليمه قالي لي ولوليداتي، ولا جانا شي ضيف على الغفله مرحبا به، يعني حنا كنوجدو ديما الزايد. وحنا ماشي كما كتشوفوا، كيقول لك صبيبه حده قديده، يعني صبيبه في بلاصه داكشي حدو قدو. والله القسم هز عندي، والله القسم واحد الريحه طالعه ناديه. اليوم غادي تخلص 100%. اليوم غنعطيك الفولو عامر. تحياتي لي فان ديالنا، توحشناكم ومرحبا بكم في اليوتيوب ديال شيف حسن العواد بن كورتيس نيوس. ان شاء الله بلا فولو بلا لايك بلا ديلا، ان وي لاف يو. شي معايا هنا كنزوقوا هاد الشكيل هذا، كنحطوا والله القسم بالله، والله ما كرهتكم تجيو تاكلوا معنا اليوم. يزيدني الصداق، لا غير الصداق اللي غنزيدك، ولا راك التليفون بقيتي ساهية حتى وليتي كتصور لي تقاشري. المهم حنا غادي نعسلوه بهذا الشكل هذا، وراه اللي شاف هكذا غادي يقول كاينين الناس، انا شفت الناس كيتفرجوا فيا وكدير والله القسم بالله، وما كنتي مرا حرة ومربيه كالمرا وبنت الكوزينه ماشي بنت تيرا لالالي، اي ما تعرف تحط الطياب هذا. كنقول لك لحقاش الطيبه في اليد ماشي في اللسان. المهم حنا غادي نزيدو التزيين ان شاء الله الرحمن الرحيم. كناخذو التشينه كما وعدناكم، نزولوها حتى ما كيبقاش كيبان في القلب ديالنا باش تعطينا الديكور مزيون بحال هكذا. واخا والتشين كيتكل هو اللي الدراري كيحماقوا عليه، غير كيكون في هذا نورمال، هذا كيمشي مع الطاجين. ولكن حنا الطواجن ما عندناش، كان عندنا واحد الطواجن ديال واحد الصديقه ديالنا داتو باش كتستعملو هي وراجلها كيطيبوا فيه الله يسعدهم. وحنا مازال ما شريناش الطواجن، ان شاء الله نجمعوا شويه الفلوس ونمشيو نشريو الطواجن ان شاء الله الرحمن الرحيم، نجيبوه من واد لاو ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما قلت لكم عندي زياره للمغرب ان شاء الله في شهر 12، الا بقات الامور ماشيه مزيانه غادي نمشيو، غادي نشوفوا الوالده، غنمشيو نرحمو. وبهذه المناسبه هذه كنقول لافامي الحاج عواد حسن الله يرحمه ويوسع عليه برحمته، الله يرحمه مسكين، كان رجل طيب، كان الصديق والاخ والاب والصديق المقرب للوالد ديالي الله يرحمه مسكين، راه توفى هاد السيمانه هادي. لا
الله يجدد عليها الرحمات والله يرحمه ويرحم جميع المسلمين والله يلحقنا بهم مسلمين ان شاء الله والله يجعله من اهل الجنه ان شاء الله الرحمن الرحيم. تعازي الحاره لولاد عمي جميعا لولاد عمي خرباش وتعازي الحاره للناس ديال صفرو اللي ما قدرتش نتصل بهم. كنقول لكم عزانا وعزاكم واحد والله يعظم الاجر فمن الحسن الله يرحمه ويسهل عليه. وكندوزو للفيديو مباشره بهذا الشكل هذا وناديه تحاول تقرب معنا باش نشوفوها لها. هذا الشيء راه رائع واذا جيتي تقربنا بالفاسيه غادي نقول لكم هذا دجاج مروزيه. الا جيتي الترجمه بالفاسيه دجاج مروزيه كنخصو شويه دراس الحانوت شويه ديال العشب ويعطي الطيب هذه المروزيه اللي كنديروا في العاشور ولكن غير هي بالدجاج. واخا كنقدموا هذا بهذا الشكل هذا وكنزيدوا معاه واحد ناديه مشهيه واحد ماشي ديسير ولكن مشهيه واحد الطريقه بوحده. ها هي غتاخذ معايا صوره راني كنوجدوا لها مشهيه الرز هاواي. نصوبوا لها الرز هاواي كما طلبات وهي اللي طيبات كلشي. وقسم بالله انا ما قصدت شي حاجه بيدي. وهنايا كاين اناناس مع وارم كوري وكيتصوب بهذا الشكل هذا كيجي كراميليزي بهذا الشكل هكذا. وكنعطيو واحد شويه ديال الجنجبيل من الفوق نديرو له هكذا. نجيو ونحطو لو بهذا الشكل وما بغيناش نكثروا عليكم. وكنقول لكم بالصحة ولهنا وهذا غير مقطف صغير باش اليوتيوب ديالنا ما ينعش باش تعرفونا مازالين خدامين معكم. وهذا الشيء راه الطير ديالنا ديال 100% والتقديم ديال حسن. كنبغيكم كلكم انا عطيت الكلمه الناديه بالزربه 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 باش تقول لكم ولا السلام عليكم. السلام عليكم على بروشين ان شاء الله. بروشين ان شاء الله. راه اليوم راه السبت هي راه داتو الحد راه دكدكات الدار كلها ونيطواياج ومسائل. كنبغيكم تحياتي السلام عليكم. لا عاود.